السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحكي الموروث الشعب العراقي عن شخص كان سارقا وقاطع طريق في البصرة اسمه شعيط، وكانت الناس تلعنه لعنا شديدا حتى ارتبط اسمه باللعن أمدا طويلا، لأنه كان يسرق أكفان الموتى الذين يؤتى بهم من دول الجوار ومن إيران بالخصوص، فيدفنون في البصرة باسم الوديعة لحين نقل جثامينهم بالقوارب إلى الكوفة عبر شط العرب ونهر الفرات، ومن ثم إلى النجف حيث مثواهم الأخير في مقبرة وادي السلام. فلما مات شعيط ارتاح الناس من شره واستبشروا خيرا في قادم الأيام، وكان لشعيط ابنا اسمه معيط. وقبل أن يتوفاه الأجل أوصى ابنه معيط هذا بأن لا يدخر جهدا لرفع اللعن عن أبيه، وصية أب لولده الحنون. فكر معيط كثيرا بالأمر، فتوصل إلى حل ناجع ليرفع اللعن عن اسم أبيه، وذلك بالقيام بالفعل أو بفعل أكثر شناعة وبشاعة من فعل أبيه لينسى الناس شعيط ويلعنوه هو بدلا عن أبيه. وعلى هذا الأساس قام معيط بسرقة أكفان الموتى كما كان يفعل أبوه، لكنه لم يكتفي بذلك فحسب، بل قام بوضع خازوق بمؤخرات هؤلاء الموتى أعزكم الله تمثيلا بجثثهم، والخازوق عصا طويلة تدخل من جهة وتخرج من أخرى، وهي من أعسر أنواع التعذيب في القرون الوسطى. ذرية بعضهم بعض والعياذ بالله. ولما عرف الناس فعلته الشنيعة صاروا يترحمون ويرددون رحم الله شعيط الذي كان يسرق أكفان الموت فقط، ولعنة الله على معيط أبو الخازوق. لا تتسرعوا في الحكم واللعن معشر التونسيين، فرب سارق أكفان الموتى أهون عليكم ممن لم يدخر جهدا في وضع خازوق لمن استطاع إليه سبيلا. وكم من شعيط لعنتموه وعزلتموه أنجب لكم معيط انتخبتموه. ألقاكم بعد الجنريك.